السلام عليكم، شنكم شباب؟ اليوم صادق وجيناكم بحلقة جديدة عن الجزء الثالث من أروع تطابيق يعني لسكنات ماينكرافت. طبعا شباب، أول البداية طبعا على متجر بلاي مثل ما تشوفون شباب، تكتبون سكن نايت بويز فور ماينكرافت بي اي ونطي شباب فتح. طبعا شباب، أنا كل شيء أنا أسويه وياكم من بالتفصيل، يعني من التحميل ولحد ما تنجح. شباب، الميزة الحلوة بهذا التطبيق أن يواريك السكن من الواجهة القدامية ومن الواجهة الخلفية، يعني مثلا تقلب وتقلب وتقلب وتعجبك واحد من ذني. مثلا نط شباب خطأ، مثلا هسه شباب لكن ما طول رجعت لكم شباب. طبعا شباب، يعني يلا بنختارين مثلا هذا السكن. طبعا شباب، هي اعلانات هسه شباب جايكم ورجعناكم شباب. مثلا شباب، هسه تدوسون على هذا القلب شباب، تدوسون على هاي الكلمة شباب، هاي ندوسها شباب. طبعا شباب هسه جايكم، العفو شباب، مو لا تدوسون هاي الكلمة، دوسوا هاي الكلمة، ندوسها شباب، دوينج شباب. طبعا شباب، هذا التطبيق بهواي اعلانات، في فاصل قليل وارجع لكم شباب. رجعنا لكم شباب. شباب دور تنزلون هيج وتضغطون على هاي شباب، تضغطون على السكن اللي حملتوه. ننتظر شباب شوية. هاي هسه شباب، كل ما عليك تدخل على ماينكرافت وتدوس تغيير السكنات، هاي حولك على الاستديو، هاي تختار صورة هذا السكن، هاي تحول بدلا من ستيفي هاي تحول الى هذا السكن. اذا عجبكم المقطع دوسوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات، واذا حبيتوا اسوي لكم الجزء الرابع اكتبوا لي بالتعليقات. وابدأناكم شباب.